السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخوات فاضلات، وصلنا إلى الفصل السابع من منهج الـ Wireless Communications and Networking، واللي هو الكتاب المنهجي اللي تحدثنا عنه في المحاضرات السابقة. هذا الفصل راح يكون إن شاء الله لشرح ما يسمى بالـ Spread Spectrum، اللي هو نشر الطيف الترددي. Spread Spectrum بصورة عامة يعني هو أحد الأدوات الرئيسية المستخدمة في الإرسال والاستقبال اللاسلكي بصورة عامة، سواء كان ذلك في حيز الأنالوج أو الديجيتال. عادة الانبوت بيانات التي يريد المرسل ارسالها يتم ادخالها الى ما يسمى بالشانل انكودر، الذي سينتج لنا ما يسمى بالانالوج سيجنال وذ نارو باند ويدث، اشاره تناظريه عرض النطاق الخاص بها يكون نارو ضيق، يعني محدود الفريكونسي من يعني الفريكونسي المستخدمه تكون قليله جدا او يعني محدوده. Signal is further modulated using a sequence of digits. بعد ذلك هاي الإشارة التناظرية يتم تضمينها باستخدام مجموعة من البتات أو الإشارات الرقمية. هذه الـ spreading code أو spreading sequence تأتي من أما بسيودو noise أو سودو random number generator، يعني باستخدام مولد أرقام عشوائية يتم توليد هذه السلسلة من الأصفار والوحدات أو الديجيتس اللي تستخدم لعملية المودوليشن للإشارة التناظرية. تأثير المودوليشن هو لزيادة الباندويث للإشارة التي يتم إرسالها، يعني هنا مثل ما ذكرنا هنا كان أكو عندنا نارو باندويث. المودوليشن بنوعية الديجيتال المستخدم يعني هنا يعني بعد ما أنتجنا السودو نويز أو سودو راندوم نمبر جنريتر، هدفه أنه يزيد لنا الباندويث للإشارة المرسلة. بطرف الاستقبال أو ريسيفر أند يعني بالطرف الآخر، الديجيتال سيكونس إز يوزد تو ديموديوليت ذا سبريت سبيكترم سيجنال، ايضا يعني عندنا فد سلسله من الديجيتس الاصفار والوحدات تستخدم لفك التشفي او يعني فك التضمين او اعاده التضمين للاشاره المستلمه، والاشاره بعد ذلك يتم ادخالها الى ديكودر تو ريكفر ذا داتا، يعني استرجاع البيانات الاصليه. هذا هو المخطط العام للسبريد سبيكترم سيستم. عاده مثل ما ذكرنا البيانات المدخله تاتي تدخل على انكودر، بعد ذلك تدخل على موديوليتر يستخدم سلسله ديجيتس جايه من سودو نمبر جنريتر اللي هو يعني مولد ارقام عشوائيه لعمليه السبريدنج، يعني لنشر البيانات لتوسيع الباندويث. بعد ذلك تدخل الى الشانل اللي هو الوسط الناقل سلكي او لاسلكي بصوره عامه، سلكي يعني لاسلكي. بعد ذلك ندخل على الديموديوليتر في طرف الاستقبال، والديموديوليتر ايضا يستخدم في سلسله من الديجيتس اللي هي جايتنا من سودو نويز جنريتر او راندوم نمبر جنريتر لفك الموديوليشن او يعني اعاده التضمين او الغاء التضمين. بعد ذلك تدخل الاشاره على شانل ديكودر، واخيرا تذهب الى الاوتبوت اللي هي البيانات التي يستطيع الريسيفر قراءتها سواء كان يعني المستخدم هيومن او ماشين. What can be gained from apparently waste of a spectrum؟ يعني احنا تلاحظ انه هذا الموديوليشن هو عباره عن spread spectrum مثل ما ذكرنا، توسيع او نشر او فك للنطاق الترددي. هنا أنا يسأل انه ما الذي نستفيده من هذا الشيء الذي هو عباره عن توسيع للباندويث، يعني بدل ان نستخدم الباندويث وليكن 10 كيلو بت بالثانيه او 20 او 50 او 1 ميجا، السبريد راح يوسع يكبر الباندويث، فما هو الفائده من هذا الشيء الذي يبدو كانه ويست اوف سبيكترم، يعني كانه اضاعه للطيف الترددي. الفوائد من هذا الشيء هي هذه الامور النقاط التاليه. اول شيء الاميونيتي فروم فيريس كاينز اوف نويز اند ملتي باث ديستورشن، المناعه لهذه الاشاره من مختلف انواع الضوضاء وال يعني التداخلات مع المالتي باث، يعني لانه هنا نعرف ان الاشارات اللاسلكيه تنتقل في كل الاتجاهات، وعند اصطدامها باي شيء وانعكاسها عنه يتكون لدينا ما يسمى بالمالتي باث. استخدام يعني باندويث اعلى راح يجعل الاشاره لديها مناعه اكبر لهذا النوع من الضوضاء والتداخلات. كذلك يمكن ايضا اخفاء الاشاره والانكربشن، يعني تشفير هذه الاشاره في داخل هذا الباندويث الكبير، لانه اذا كانت الباندويث صغير جدا يعني نضطر انه نقوم بارسال الاشاره او الرساله مثل ما هي، اما اذا كان الباندويث اكبر فنستطيع تشفيرها واخفائها في داخل الـ يعني الوايدر باند. Several users can independently use the same higher bandwidth with very little interference، ايضا بنفس الوقت عده مستخدمين يستطيعون بشكل مستقل استخدام نفس الهاير باندويث، هذا الباندويث الاعلى الذي استخدمناه او وسعنا الاشاره اليه مع little interference، مع تداخل قليل فيما بينهم. هناك نوعين رئيسيان لانواع السبريد سبيكترم اللي هي الفريكونسي هوبينج سبريد سبيكترم، هذا النوع الاول، والداتا الدي اس 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 اللي راح نتحدث عنها في المحاضره القادمه ان شاء الله. بالنسبه للفريكونسي هوبينج يعني هي معناتها القفز الترددي، الاشاره اللي هي برودكاست يعني يتم بثها من قبل المرسل الى المستقبل يبدو انها تقفز بشكل عشوائي الى سلسله من الترددات الراديويه سيمينكلي راندوم، هي تبدو كانها عشوائيه ولكنها ليست عشوائيه، يتم حسابها يعني بطرق معينه.
a number of channels allocated for the frequency hopping signal. يعني لكل إشارة تستخدم الـ frequency hopping اللي هو القفز الترددي راح يتم تخصيص عدة channels خاصة بها. عرض هذا الشانل يتناسب مع الباندويث الخاص بالإشارة المدخلة. يعني الباندويث يتم تقسيمه إلى عدة channels، وهذه channels طبعا عرضها يعتمد على العرض الأصلي للنطاق الكبير يعني الواسع الذي قمنا بتوسيع الإشارة له. الإشارة سوف تقفز بين الترددات من تردد إلى آخر في fixed intervals في فترة زمنية محددة. الترانسميتر راح طبعا operates on one channel at a time. الترانسميتر راح يقوم بإرسال الإشارة في channel واحد في الوقت الواحد، بعد ذلك عندما تقفز إلى تردد آخر أو إلى channel أخرى سيقوم أيضا بتحويل يعني البارامترز الخاصة به لهذا الشانل وهكذا. البيتس are transmitted using some encoding scheme. أيضا البتات يتم إرسالها باستخدام تقنية تشفير معينة. At each successive interval a new carrier frequency is selected. يعني في كل فترة زمنية متلاحقة يتم اختيار carrier frequency جديدة. يعني إذا كان الشانل الأول اللي هو مثلا 1100 كيلو بايت، الشانل الثاني راح يكون مثلا 1150 1100، الشانل الثالث راح يكون 1170 وهكذا. يعني هناك فرق بين الترددات، وبالتالي في كل مرة نقفز فيها من تردد إلى آخر راح نستخدم تردد يعني carrier frequency اللي هو تردد حامل للموديوليشن جديد مثل ما راح نشوفه في الرسم بعد قليل. الفريكونسي هوبينج سبيكترم الشانل سيكونس ديكتيتد باي ذا سبريدنج كود. هنا طبعا تسلسل او يعني مثل ما ذكرنا هو ليس عشوائي القفز بين الترددات، وانما تسلسل القنوات والانتقال فيما بينها يتم تحديده من قبل السبريدنج كود. يعني كود التشفير اللي استخدمه في المودوليشن او في النشر هو الذي سيتم يعني يحدد لنا القفز بين الترددات. الريسيفر ايضا راح يقفز ايضا بين الترددات بشكل متزامن مع الترانسميتر وبيك اب ذا مسج. يعني يجب ان يكون هناك مزامنه دقيقه بين الترانسميتر والريسيفر لكي يعرف كلاهما اين سيقفز. يعني عندما يقفز الترانسميتر الى تردد معين يجب ان يقفز الريسيفر الى نفس التردد لكي يستطيع استلام الرساله وهكذا. الفوائد الخاصه من بهذا الشيء هي ايفز دروبرز، يعني المتجسسون او المتنصتون سيستطيعون فقط سماع اجزاء غير مفهومه من الرسائل، لانه الرسائل ستقفز الى عده ترددات في كل لحظه. محاوله جام اللي هو يعني حجب الاشارات لأي تردد معين راح تنجح فقط في يعني حجب مجموعة بسيطة من البتات، لأنه احنا في كل لحظة نقفز إلى تردد آخر. فإذا حاول الجامر الشخص الذي يقوم يريد حجب الإشارة اللاسلكية إذا حاول حجبها لتردد معين، فإن الإشارة حتى إذا كانت في هذا التردد حاليا في هذه اللحظة بعد عدة لحظات ستنتقل إلى ترددات أخرى، وبالتالي سيستطيع فقط حجب جزء بسيط من الإشارة. ولأنه احنا ذكرنا أنه الباندويث أعرض فراح تكون عندها اميونيتي يعني مناعة أكبر لهذه الترددات، فبالتالي راح تكون يمكن استرجاعها بسهولة. يعني هنا نلاحظ أنه الشانل اساينمنت يعني الترددات المخصصة للإشارة إذا كانت هذه في التردد الأول الثاني الثالث الرابع إلى التردد الثامن، نلاحظ أنه مثلا 5 8 3 6 1 7 إلى آخره. فنلاحظ أنه هاي الأرقام الخاصة بكل واحد من هذه الترددات تحدد لنا متى سيتم يعني اختياره من قبل الإشارة. هنا channel use تلاحظ أيضا التردد الأول تم استخدامه في اللحظة الخامسة مثلا، لأنه الفريكونسي الأول يتم اختياره يعني التسلسل الخامسة، وكذلك مثلا لاحظ أنه التردد الخامس تم اختياره في اللحظة الأولى. هذا هنا التسلسل الزمني وهنا تسلسل الترددات. يعني في اللحظة الأولى نستخدم التردد الخامس، في اللحظة الثانية نستخدم التردد الثامن، في اللحظة الثالثة نستخدم التردد الثالث وهكذا. يتم القفز بين الترددات على حسب سلسلة معينة من القفزات اللي هي يتم الاتفاق عليها بين المرسل والمستقبل. هنا أنا أكو عندنا الفريكونسي هوبينج سبريد سبيكترم في طرف المرسل، أيضا مثل ما ذكرنا الباينري داتا اللي تأتي من قبل المرسل اللي مطلوب إرسالها تدخل على موديوليتر فريكونسي شيفت كينج أو باينري فيس شيفت كينج أو غيرها من الموديوليترز اللي تحدثنا عنها في الفصول السابقة. أيضا تجينا هنا سودو راندوم نمبر جنريتر تدخل على الشانل تيبل، الشانل تيبل اللي يقصد به هذه الأرقام والقفز فيما بينها. هذا هو يعني الجدول القنوات والانتقال فيما بينها. الفريكونسي سينثيسايزر اللي هو وظيفته الانتقال بين هذه الترددات على حسب الجدول، يعني الانتقال من الفريكونسي نمبر 1 الى نمبر 2 او نمبر 6 حسب الجدول، واعطاء هذه الاشاره اشاره التضمين اللي هي الكارير فريكونسي واللي راح يعني تصير بها كونفوليوشن مع الإشارة المراد إرسالها. بعد ذلك يتم إرسالها بعد أن تدخل على باند باس فلتر اللي هو الفلتر الذي يقوم بتمرير باند ويدث معين فقط وإلغاء كل الباند ويدث أو كل الترددات الأخرى، واللي هنا يعتمد على السام فريكونسي اللي هو المجموع الترددي لهذه الإشارات هذه وهذه. بعد ذلك تروح عندنا السبريد سبيكترم سيجنال يعني تنتقل في الوسط الناقل.
في طرف المستلم تأتي هذه السبريد سبيكترم سيجنال اللي هي الاس اوف تي في هذه الحالة، ايضا راح تدخل على convolution اللي هو تضافر مع اشارة جاية من سودو راندوم نمبر جنريتر، يدخل ايضا على الشانل تيبل واللي هو نفس الشانل تيبل الموجود في جهة الترانسميتر يعني مثل ما ذكرنا بعد الاتفاق عليه، وايضا تأتي على frequency synthesizer لانه هذا راح يعني يقوم باختيار carrier frequency خاص في كل لحظة زمنية. بعد عملية الكونفوليوشن تدخل عندنا الإشارة أيضا على باند باس فلتر، وهنا راح يأخذ لنا الديفرنس فريكونسي اللي هو الفرق بين الإشارات أو فرق الترددات بين هذه الإشارة وهذه الإشارة، لكي يخلص الإشارة الواصلة من النويز ومن الـ يعني الكارير فريكونسي الأصلي. بعد ذلك تدخل على دي موديوليتر اللي هو يعني فك التضمين، وقد يكون هو فيس شيفت كينج أو باينري فريكونسي شيفت كينج أو باينري فيس شيفت كينج، طبعا يفترض انه يكون نفس الموجود في جهه الموديوليشن، وتتحول الى الباينري داتا اللي يستخدم يعني يستفيد منها يعني المستخدم في طرف الاستلام. ايضا احنا شرحنا سابقا ما يسمى بالمالتيبل فريكونسي شيفت كينج ام اف اس كي اللي هو يستخدم اكثر من اثنين ترددات للقفز، طبعا ايضا مور باندويث افيشنت ذان بات مور سسبتبل تو ايرورز، يعني هو اكثر كفاءه لاستخدام الباندويث ولكنه اكثر عرضه للاخطاء. الاشاره المرسله للاس اي اوف تي راح تكون هي عبارة عن A cosine 2 pi fi t، حيث أن الI هي ما بين الواحد والM. هنا الFi راح تكون عندنا هي الF carrier زائد 2 في الI minus 1 minus M مضروبة في الFD، حيث أن الF carrier هي الكارير فريكونسي تردد الحامل، الFD هو الديفرنس فريكونسي اللي هو هنا يتم حسابه، الM هو number of different level signal elements هذه اللي تعتمد على السامبلينج اللي تحدثنا عنها سابقا اللي هي 2SL إذا كانت عندنا L levels of samples. الـ number of bits per second element اللي هو عدد البتات في الـ element الواحد أو الـ sample الواحد. إذا استخدمنا الـ frequency hopping spread spectrum مع الـ multiple frequency shift keying راح يصير عندنا الإشارة يتم يعني translated to a new frequency every TS TC second، يعني الإشارة سيتم تفسيرها أو ترجمتها إلى تردد جديد كل TC من الثواني. By modulating the MFSK signal with frequency hop spectrum carrier signal. بالنسبة للبيانات اللي معدل إرسالها هو R، فإن الفترة الزمنية لكل بت هي T يساوي 1 على R second، يعني إذا كان عندنا ال R هو عدد البتات المرسلة في الثانية الواحدة، فإن المدة لكل بت راح تكون هي 1 على R. The duration of signal element راح تكون TS يساوي LT seconds. إذا كانت لدينا الـ TC أكبر من الـ TS معناتها هذا عندنا slow frequency hop spread spectrum اللي هو القفز الترددي البطيء، إذا كانت TC أصغر من الـ TS راح تكون عندنا fast frequency hopping spread spectrum اللي هو تردد القفز الترددي السريع. هنا نلاحظ بأنه إذا كانت عندنا هنا الـ MFSK sample هنا إذا كان عندنا يتكون من هذه 0-1 نلاحظ أنه عرض النطاق المخصص لها بحيث انه T تكون هذا مقدارها، الـ TS والـ TC هنا اكبر. على خلاف الحالة الثانية اللي هنا عندنا الـ TS اصغر من الـ TC، فنلاحظ انه اكو عندنا القفز يسمونه slow hopping. هنا اذا كانت عندنا الـ TC اصغر من الـ TS راح نلاحظ بانه القفز سريع جدا، يعني عرض النطاق المخصص لكل واحد من الترددات قليل جدا، وبالتالي الفترة الزمنية المخصصة لكل اشارة ايضا راح تكون قليلة جدا. الـ performance considerations الأمور اللي خاصة بأداء الـ frequency hopping spread spectrum، أول شيء مثل ما ذكرنا large number of frequencies used، يعني عدد كبير من الترددات راح يتم استخدامها لأنه عرض النطاق الباندويث راح يكون أعرض وراح يقسم إلى multiple channels شانلات متعددة. result in a system that is quite resistant to jamming، النتيجة راح يكون عندنا نظام فيه مقاومة كبيرة للجامينج اللي هو حجم الإشارات إذا كان هناك جامر، لأنه الجامر must jam all frequencies، الشخص أو الجهة التي تحاول يعني حجب هذه الإشارة يجب أن تحجب كل الترددات، وهذا الشيء طبعا بعض الأحيان يكون صعب جدا. With fixed power إذا كانت طاقة الإرسال ثابتة، with this reduces the jamming power in any one frequency band، يعني إذا كانت طاقة الإرسال نفسها ولكن احنا نستخدم frequency hopping فإنه هذا راح يقلل لنا طاقة أو قدرة الجامر لكل تردد إلى حد كبير، بحيث أنه قدرة الإشارة على النويز يساوي أن EB WD by SJ، هذا هو مقدار التقليل في طاقة الجامر في كل لحظة. النوع الثاني من أنواع السبريد سبكترم اللي هو يسمى Direct Sequence Spread Spectrum، هذا إن شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضرة القادمة، خليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.